نبهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن في موجة شديدة الحرارة هتسود في كافة أنحاء الجمهورية خلال الأيام الجاية، هتبدأ من النهاردة وحتى يوم الجمعة الجاي. هتصل درجة الحرارة في القاهرة لوحدها ما بين 42 و 43 درجة مئوية، وفي جنوب الصعيد هتصل ل 44 درجة مئوية. الهيئة العامة للأرصاد الجوية قدمت مجموعة من النصائح لازم نتبعها خلال الأيام الجاية للحماية من موجة الطقس الحر. والنصايح دي: أول حاجة، تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وارتدي غطاء الرأس عند الخروج. يفضل لكبار السن والأطفال عدم الخروج نهائياً خلال فترة الظهيرة، وتجنب الأماكن المغلقة والأماكن سيئة التهوية شيء ضروري ومهم جداً. كتر من شرب السوائل بعد الفطار وحتى السحور، وكتر كمان من الوجبات والأغذية المرطبة، وتابع النشرة الجوية يومياً لمعرفة درجات الحرارة والظواهر الجوية.